الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار فكيف إذا مسته. نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء،
وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، وهكذا الكافر، فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه، فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.